كيف تقلع عن التدخين بواسطة البرتقال؟ بها الشريط بتعلم كل المدخنين طريقة سهلة جدا وغير مكلفة للإقلاع عن التدخين. كل شيء بيلزمنا هو برتقالي في النهار. حسب دراسة معمى أجرتها إحدى الجامعات البريطانية، لوحظ إنه أجسام المدخنين تخسر كتير من غذاء سي اللي بيحاول الجسم يستعيد عنه بعناصر غير طبيعية متوفرة في مادة النيكوتين. وقد أجري التجارب على 1000 مدخن اتبعوا طريقة البرتقال وكانت النتائج مذهلة. 85% منهم استطاعوا الإقلاع عن التدخين كليا، وال 15% المتبقية خفت عندهم الرغبة في التدخين بنسبة كبيرة. وهالعلاج تعتبر فعاليته أقوى من معظم العلاجات الكيميائية المتوفرة في الأسواق، وهو غير مكلف بل على العكس مفيد جدا للصحة. فتناول برتقالي في اليوم بقوي المناعة، بنظف الشرايين وبيزود الجسم بعشرات الأغذية اللي بيحتاج لها. فكل يوم قشروا برتقالي وحززوها مثل هيك وحطوها بعبوة بلاستيكية، مثل مثلا هالعلبة هون. هيدي علبة بتحمي البرتقالة، بتمكنكم من أخذها وين ما بتروحوا على الشغل وين ما بتكونوا. وفي كل مرة تشعروا برغبة بالتدخين، تناولوا حز من البرتقال وحطوه بالفم وكلوه بأبطأ طريقة ممكنة. وخلال حوالي أسبوعين حتلاحظوا إنكم فقدتوا كليا الشهية على التدخين المؤذي المكلف المسرطن اللي بيرفع ضغط الدم وبيضيق وبيصلب الشرايين. بتمنى تجربوا هالطريقة وتوزعوا رابط هالشريط لكافة الأصدقاء وأفراد العائلة المدخنين اللي بتعرفوهم. وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب حتى تشوفوا الجديد مني، وبإمكانكم بأي وقت البحث في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة ومشاهدة أشرطة أخرى إلي. إلى اللقاء.